الرئيس السيسي يؤكد أن ثورة 23 من يوليو أحدثت تحولا جذريا في تاريخ مصر. صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن تسجيل صوتي يؤكد دعم قطر للجماعات الإرهابية في الصومال. وزير الخارجية الإيراني يهدد الغرب بحرب طويلة الأمد ويتهم بريطانيا بخرق القانون الدولي. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 من يوليو أحدثت تحولا جذريا في مصر، ولم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري بل امتدت إلى جميع الشعوب التي كانت تتطلع إلى التحرر من الاستعمار. وفي كلمته خلال حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، قال السيسي إن خطر الإرهاب يأتي على رأس ما تواجهه الدولة من تحديات على مدار السنوات الماضية. قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها حصلت على تسجيل صوتي يؤكد وقوف قطر وراء تفجيرات في ميناء تجاري بالصومال. وذكرت الصحيفة أن أجهزة استخبارات أجنبية رصدت محادثة هاتفية بين رجل الأعمال القطري خليفة المهندي والسفير القطري في الصومال، أقر فيها بأن الدوحة لعبت دورا في تفجيرات الصومال لدفع الشركات الإماراتية إلى المغادرة. ولم ينفي الجانبان بحسب نيويورك تايمز التسجيل الصوتي الذي يؤكد دعم الدوحة للجماعات المتطرفة والإرهابية في الصومال. يواصل الجيش الوطني الليبي التقدم في جميع محاور طرابلس ضمن المرحلة الثانية من عملية تحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية. وقالت مصادر عسكرية أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف مواقع الميليشيات في العاصمة تمهيدا لتقدم الوحدات البرية، كما أكدت المصادر سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة في العاصمة. حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الغربية مسؤولية اندلاع صراع طويل الأمد ويستحيل إنهاؤه. وقال ظريف أن احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز لم يكن ردا على احتجاز سفينة إيرانية في جبل طارق، ولكن بسبب عدم التزامها بالقانون الدولي. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تعمل على بناء تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز للحفاظ على ممرات الشحن. وأضاف بومبيو أن الإدارة الأمريكية ماضية في تغيير سلوك النظام في إيران، منددا بالطريقة التي تم من خلالها احتجاز السفينة البريطانية في مضيق هرمز. عرضت وسائل إعلام في كوريا الشمالية صورا لتفقد الزعيم كيم جونغ أون غواصة صاروخية بنيت حديثا. وبحسب هذه التقارير فحص كيم الغواصة الجديدة وقدراتها التكتيكية وأنظمة الأسلحة الموجودة فيها، وأكدت التقارير أنها ستدخل الخدمة في البحر الشرقي قريبا جدا. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.